أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي، أصحاب الفضيلة، الأخوة الأفاضل، أخواتي الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداء أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي عهده الأمين المنير المستنير الذين دعيا لمثل هذا الملتقى ورعاياه، وشكري موصول لأخي العزيز معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهوده وأن يوفق مسعاه في خدمة المسلمين وما يقوم به من جهد في مشارق الأرض ومغاربها. أصحاب السماحة والفضيلة، جئتكم من الإمارات، أحمل لكم تحيات الإمارات قيادة وشعبا، وتمنيات الجميع لكم بالتوفيق والنجاح في هذا التجمع المبارك. لقد بنينا في الإمارات دولة وطنية، ولكن جعلنا في أسس البنيان انتماءً للإسلام واعتزازاً بالقرآن، ولهذا جعلنا في النشيد الوطني الذي يلهج به أبناؤنا وبناتنا كل يوم، عندما نتحدث نرفع راية الوطن في كل يوم، أبناؤنا وبناتنا يلهجون بجزء من النشيد الوطني فيه: عيش بلادي، عشت لشعب دينه الإسلام، هديه القرآن، حصنتك بسم الله يا وطن. لا يمكن أيها الإخوة أن يأتي أحد ويجادلنا باسم الإسلام ليستهدف أوطاننا، فالحصن الحصين لحماية أوطاننا هو ديننا، ولذلك الاعتزاز بالوطنية وبناء الدولة الوطنية لا يمكن أبداً إلا أن يكون من ضمن دائرة الإسلام وبالعمل على ثوابت الإسلام. إن الله عز وجل خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأنتم أيها العلماء ورثة الأنبياء، أمانة في أعناقكم أن تحملوا هذا الدين رحمة للعالمين وليس للمسلمين. ولا يمكن أيها الفضلاء أن نرحم غيرنا إلا إذا تراحمنا فيما بيننا، وكنا كأمة مسلمة الرحمة بيننا شعارنا، قلوبنا تتدفق رحمة لبعضنا البعض. إذا لم نحقق هذا فإنما هي أقوال سراب لا أثر لها. أيها الأجلاء، إن من مسؤولية العلماء أن يتولوا توجيه الأمة في كل شيء، في ليلها ونهارها، وعندما يتخلى العلماء عن أدوارهم ومسؤولياتهم يوجد الفراغ الذي يسده غيرهم. ولهذا نحن نحضر العديد من المؤتمرات ونسمع الكلام الطيب، نسمع الكلام الجميل، ولكننا نتحدث إلى بعضنا البعض ونغفل أن هناك الملايين من شباب المسلمين وبنات المسلمين من هم بحاجة ليس إلى هذا الخطاب، وإنما إلى برامج ومشاريع، كما ذكر فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حميد. نحن بحاجة إلى أن يعيش أبناؤنا وبناتنا على مفاهيم صحيحة يتبنونها ويتفاعلون معها. إذا تخلى العلماء عن مسؤولياتهم وعن أدوارهم سيوجد فراغ، ولكنه لن يبقى كفراغ بل سيسده غيرهم. ونحن في عصر أيها العلماء الأجلاء، في السابق كان العالم يجلس في مسجده أو في مجلسه
وينتظر أن يأتيه الناس ليتلقوا منه. الآن تغير الوضع، يجب عليكم أنتم كعلماء أن تنزلوا من مقامكم ومن مجالسكم، وأن تتوجهوا إلى أبناء وبنات الأمة أينما كانوا، وأن تقدموا لهم خطاب الإسلام الصحيح، خطاب الرحمة والاعتدال والتوسط. الفراغ أيها الإخوة أول من يسده المتاجرون بالدين الذين لديهم أجندات خاصة، يجدون فراغاً فيملؤوه، وأول ما علينا أن نتحمله ونحن في هذه البقعة المباركة في بلاد الحرمين، أن نقف في وجه المتاجرين بالدين، وبالذات فيما يتعلق بما يسمى بتسييس الحرمين الشريفين. إن قادة هذه البلاد المباركة يقومون برعاية الحرمين رعاية، يخدمون فيها القريب والبعيد، يرفعون من راية الإسلام، جعلوا هذا المقر ليس قبلة للمسلمين، وإنما كل من يشاهد المسلمين وهم يطوفون ويسعون بهذا المكان الطاهر يشعر بقشعريرة، يشعر بنظافة المسلمين من هذا المشهد، يشعر بانتظام المسلمين، يشعر بوحدة المسلمين. ولذلك ندائي إليكم أن تتحملوا مسؤولياتكم في أن تلتفوا خلف حكومة خادم الحرمين، وأن تتصدوا أنتم كعلماء في كل مكان وفي كل مقام للتصدي لهذه الدعوات المغرضة التي لا تستهدف في النهاية إلا المسلمين أينما كانوا، في دينهم، في عقيدتهم، وفي شريعتهم. أيها الإخوة، ذكر فضيلة الدكتور صالح بن حميد أننا هنا عندما نتحدث عن الوحدة علينا أن نتفق أن الوحدة هي التعايش، وأنا أتفق معه تماماً، وأضيف علينا أن نتفق على أن نتعايش مع بعض، وأن نقبل أن نختلف مع بعض، وأن نحترم اختلافنا مع بعضنا البعض، وفي هذا أن ننطلق من الرحمة. إن أكبر مكون للمسلمين في العالم موجود الآن في جنوب شرق آسيا، وهؤلاء ذهب إليهم هذا الدين بماذا؟ بالرحمة المهداة، بالسلوك الطيب، بأخلاق أفضل الأنبياء وخير الأنبياء عليه الصلاة والسلام. علينا أن نعود إلى الأسس التي تجمعنا وتجعلنا نقدم هذا الدين بصورة تجعل العالم بأسره يفتح لنا قلوبهم وعقولهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.